أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي فيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم خيرات وطن. اليوم احنا في ميناء من قصر الجنوب. اليوم مدير فرع البصرة، عرفنا بحضرتك. نواف حامد رمضان، حياك الله استاذ نواف. الله يحييك سلمك. مفردات السلة الغذائية شنو رايك بها؟ مواد السلة الغذائية هي مناشع عالمية يعني. نعم. والحد الان الحمد لله ماكو اي مؤشرات سلبية. نعم. سواء من المواد اللي استلمت كمعلبات وكالرز يعني اشوفها شيء جيد جدا او ممتاز يعني. زين، احنا هسه ايضا عندنا حديث وياك. احنا لما نقول الماده الغذائيه او مفردات السله الغذائيه تجي من المياه الاقليميه. نعم. ثم توصل الى موانئنا العراقيه. نعم. وبعدين نقدر نروح؟ اي طبعا. اي طبعا تفضلون تشوفون. نعم. اول شيء نشوف المخازن. نعم. تاخذ لكم جوله بها. نعم. ونسوي لنا جوله اذا تحب على الوكلاء همين. نعم. شوف الترتيب مالتهم وهذا. نعم. وان شاء الله نطلق للميناء نشوف حتى رسول الباخره، نشوف التحميل. اوكي، وحياكم الله. راح اتعبك يعني. حياكم الله مليون مره. حياك الله. اذا نتوكل. نتوكل. اذا اعزائي المشاهدين خليكم ويانا، متواصلين برنامجكم خيرات وطن. عمليه التفريغ. نعم. يرافقها جانب امني؟ طبعا كل العمليات او كل الخدمات اللي تقدم داخل الميناء. نعم. تعرف هذه كلها موجود منظومه كاميرات متكامله. نعم. وتقوم تحت سيطره المدونه الدوليه المعترف بها دوليا في كل موانئ العالم. زين، هذا من جانب. من جانب اخر، عندكم ثقه بكل اللي عاملين مثلا جماعه التريلات، العمال اللي يشتغلون؟ طبعا بالنسبه للسواق الشاحنات. نعم. حضرتك شفت انت انه بنسبه 80%. نعم. من الشاحنات الوافده للميناء اللي تنقل مفردات البطاقه التموينيه هي تابعه الى وزاره التجاره، وكل سائقيها هم موظفين عندنا قاعده بيانات لكل شاحنه ولكل سائق. اما بالنسبه للعمال التفريغ فكل العمال الموجودين ان قاعده بيانات عنهم، وهنالك اكو مسؤولين عنهم بإشراف ملاحظ الرصيف وإدارة التفريغ والشحن وإدارة الميناء. زين، في حالة حدوث كوارث لا سامح الله، شلون تتم عملية المعالجة؟ تعرف الميناء عبارة عن دائرة متكاملة من الناحية الأمنية، من ناحية الدفاع المدني، من ناحية الصحة، فكل هذا الشيء محسوب له، وتوجد خطط وتوجد هناك ممارسات دائمية في الميناء تتلافى حدوث مثل هيك شيء أحداث. ايش قد عندك عدد؟ بالنسبه للعوائل عندي 126، عدد الافراد 366. زين، وال الرعايه؟ نعم. ايش قد رعايه عندك؟ الرعايه ذول الرعايه 126، عدد الافراد 366. والاجمال العام ايش قد عندك؟ الاجمال العام تقريبا 958. الله يحفظك. عائله. زين، سؤال. نعم. تاخذ من جماعه الرعايه فلوسته؟ لا، مجانا. مجانا. ايش قد صار لك وكيل؟ صار لي وكيل من زمان، يعني قديم. تقريبا من صارت الوكالات؟ يعني تقريبا بالثمانينات بالسبعينات. نعم نعم، بالثمانينات. بالثمانينات. نعم. يعني انت لو لا، كانت الوالده الله يخليها. الله يطول بعمرها. والنوب انا صارت باسمي. حولها باسمك. نعم. الله يحفظها ويحفظك ان شاء الله. الله يخليك بعد قلبك. زين، الحصه شلونها؟ الحمد لله وشكر رب العالمين. شو يعني انت وكيل مثلا؟ لا لا، بالنسبه للحصه التموينيه شايله الفقر عن المواطنين عامه. الحمد لله. هاي وحده. وبالنسبه يعني اذا فقدنا الحصه التموينيه يعني تاثر طبعا. كميه انتم تسمونها؟ اي الكميه، الحصه التموينيه. بعد هي لهجات البصره بها لهجات متعدده. نعم نعم. زينه. اي طبعا هي لها اثر، لها انعكاس. نعم. واثر اكيد. نعم. يعني تساهم برفع المستوى المعاشي للفرد، خصوصا انت تعرف الشعب العراقي عده طبقات، مو طبقه واحده. احسنت. اكو طبقات متقدمه، اكو طبقات وسط، واكو طبقات مسحوقه. نعم. لها طبعا اثر، ساهم في رفع مستوى المعاش للطبقه. يعني اذا انشالت مؤذي. اكيد. لا اكيد. اليوم احنا اكو حصه تموينيه، حصه يسمونها الحصه التموينيه بالبصره او الكميه. نعم. تستلمونها ولا ما تستلمونها؟ نستلمها. اي تستلمها. نستلمها. زين، اذا انشالت منك هذه تتاذى ولا ما تتاذى؟ اكيد اتاذى. تتاذى. هي زينه ولا مو زينه؟ لا زينه، خير، خير من الله. خير من الله. اذا انشالت من عندك حصة؟ لا، الضرر هواي. تضرر هواي الضرر. الوكيل شلون؟ الوكيل زين. زين زين. زين ان شاء الله. انت تدرون يعني الحصه بها مواصفات معينه تمشى شويه؟
خاضعة للفحص الإشعاعي والبيولوجي والفيزياوي. بعد هي الحصة موجودة ومعروفة، التمن، الدهين، الطحين، يعني كله موجود. الله يوفقنا جميعا إن شاء الله. الله يحفظك. وأنا جدا أشكركم، ممنون، شكرا، تحياتي لكم. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا حبيبي، الله يعزكم إن شاء الله.